السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في برنامجنا وبرنامجكم نكهة خاصة. النهاردة معنا الدكتورة الزهراء. مرحب بك يا دكتورة. مرحب بك ومساء الخير عليك يا شيخ محمد، ومساء الخير عليكم مشاهدينا ومتابعي برنامج نكهة خاصة على السودانية 24. رجعنا لكم تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك سودانية 24.tv وعلى أرقامنا الظاهرة أسفل الشاشة. الليلة الشيف عاملين شنو؟ إن شاء الله دكتورة، إحنا كنا عملنا تصويت من يومين على البسبوسة والفراخ والمعمول فاختاروا الجماعة إن شاء الله البسبوسة بمحشية بالكريمة. أيوة. فعشاق البسبوسة النهاردة هيتمتعوا معنا بالبسبوسة بالكريمة. هنعمل بسكويت كمان محشي عجوة بطريقة معينة بطعم جميل، وهنعمل طبق مكرونة سلطة وطبق مكرونة سخن بالجبنة والبصل الأخضر إن شاء الله. دي أطباق النهاردة إن شاء الله. إن شاء الله أطباقنا الليلة تكون على ذوقكم وزي ما أنتوا طلبتوا مننا، والشيف إن شاء الله هيطبق. تابعونا ونشوف الشيف حيبدا لنا ان شاء الله. دكتوره احنا هنعمل اول حاجه طبق البسكويت. هنعجن مع بعض البسكويت عشان نبتدي نشتغل فيه، ومعاه وراها طوالي هنعجن البسبوسه. هنشوف مقادير البسكويت ونرجع مع بعض مره ثانيه. رجعنا مع حضراتكم مرة تاني في برنامجنا وبرنامجكم نكهة خاصة. هنبتدي نعمل مع بعض دلوقتي عجينة البسكويت محشي بالعجوة. هو طبعا بيكون طعمه غريب شوية، يعني قريب من المعمول، بس احنا نعمله النهاردة بطريقة بسكويت معين، وان شاء الله برضو الحلقات الجاية هنعمل لكم برضو المعمول عشان الناس ما تزعل مننا. ان شاء الله ان شاء الله. كده هنحط 3 كوبايات في حاجات، 3 نحفظها كده مع بعض. 3 كوبايات دقيق. ايوه. 3 لبن، 3 سكر. يعني 3 كوبايات دقيق، 3 معالق لبن بودره، 3 معالق سكر. دي الحاجات الثلاثه ثلاثه ثلاثه. اول حاجه تحطيها هي كل حاجات نواشف مع بعض. احنا هنحط دلوقتي 3 دقيق. تمام كده حطينا 3 دقيق. نيجي هنا للبن البودره، نحط 3 معالق، 3 معالق كده مليانين لبن بودره. تمام كده، ده اللبن والدقيق. هنحط مع بعض السكر 3 معالق برضو مليانين. تمام، ادي 1 2 3. تمام، نيجي بقى للحاجات الصغيره كلها مع بعض. هنحط مثلا معلقه ملح صغيره، معلقه ممسوحه كده ملح. هنحط معلقه ريحه كعك، الكعك اللي احنا بنعمله العادي، الريحه بتاعته ده والكعك العادي، ده والكعك صح، الكافور بمعنى صح. ايوه كافور. معلقه كده صغيره، ملعقه ما مليانه صح، ما مليانه لا، اي ملعقه. معلقه بيكنج باودر. لو ملاحظين كل الحاجات نواشف هي كلها مع بعض. ايوه. وربع معلقه كربونات، كربونات الصوديوم دي ربع معلقه كده. تمام. كربونات على فكره بيساعد ان هي تنشف شويه برضو، بتبقى ماسكه حلوه في الفرن. هنحط شويه جنزبيل صغيرين، قرفه، كل دي بهارات بتديكي طعم حلو جدا في البسكويت. يبقى قرفه وجنزبيل تدي النكهه المميزه للبسكويت. ايوه، ونكهه الكعك اللي هو الكافور اللي احنا بنقول عليه. أيوة. تمام تمام كده احنا حطينا النواشف كلها مع بعض، جنزبيل وقرفه وكل حاجه. ونقعد بعد كده نقلبها بقى ايه مع بعض، واحده واحده كده نسيبها تلف. تمام، نخلط المكونات دي كلها مع بعض. هنحتاج فنجال بتاع سمنه سايحه وتلتين الفنجال ميه، بس الاول عشان السمنه تتشرب مع الدقيق لازم نحط السمنه الاول، تخليها تبسيها كده الاول، او بايديك ممكن تعجنيها تبسيها الاول مع الدقيق وبعد كده تضيفي الميه. بعد ما السمنه تتماسك مع الدقيق بعد كده بنضيف الميه. ايوه، زي ما بنكون بنعمل الكعكه كده، بنبس الاول السمنه وبعد كده نحط عليها. ايوه تمام تمام. يعني يا جماعه الطريقه دي سهله جدا وقريبه للطريقه بتاع عمل الكعك. تابعوا الشيف وان شاء الله تظبط معاكم. يلا دكتوره، ادي السمنه مسيحه، ما تكون سخنه شديد، تكون سايحه بس. تمام، وبعدين اضيفها كده في المضرب، واجيب تلتين الفنجال ميه.
يعني اكتر من نص الفنجان بشويه بسيطه كده. معلقه كده نقلبه. نقلب المكونات دايما عشان تكون الخلطه كلها مع بعض زي ما شايفين. هي طبعا ما هتكون عجينه على طول، لكن هنسيبها السمنه تشرب الاول بعد دقيقه، وبعد كده نضيفها ايه على العجان كده بالطريقه دي. زي ما شايفه الدكتوره بدات السمنه تشرب مع الدقيقه وتبقى منظر العجين كده. طبعا معمول طريقته سهله، وزي ما شايفين الشيف هسه تطبق لنا في الطريقه بتاعته، كمان حلو وطعمه حلو شديد وبتحبوه يعني الاطفال وحتى الناس الكبار وكده. بسكويت حلو ممكن يتحفظ على فكره، بيقعد فترات طويله ما بيغير طعمه. واحنا كمان هنشوف الحشوه بتاعه العجوه دلوقتي مع بعض، برضه هيكون طعمه جميل جدا. طبعا العجوه برضه نحن زي ما عارفين انه العجوه من اكثر الفواكه او من نوع التمور اللي فيها كميه عاليه جدا جدا من القيمه الغذائيه، وبتعوض الجسم على بالطاقه، بتدي الجسم الطاقه المحتاج لها خلال اليوم كده. وابتدي اضيف الميه بتكون كده عشان اكون عجينه متماسكه شويه. ممكن تعجنيها بايديكي زي ما اتفقنا، مش لازم المضرب. ايوه كل شويه تحاولي تقلبيها عشان المكونات كلها تكون متجانسه مع بعض. تمام. طيب يا شيف معانا ام جود من بورسودان. السلام عليكم ام جود. عليكم السلام والرحمه. مساء الخير عليكي. مساء النور. انا حابه مع نكهه خاصه، ويعني ليه زمان بحاول اشارك معاكم لكن ما بلقى طريقه. الحمد لله سمعنا صوتك الليله. الحمد لله. يلا انا عاوز السلطه تحت الملفوف، عايزه طريقه ساعتها. طريقه شنو؟ وعايزه برضه بسال من عايزه لي النظام بتاع زياده الوزن. اها يلا و اتفضلي. وثاني نعم اتفضلي اتفضلي سامعيني. يلا وبسال من الجروب بتاعكم في الفيس، يعني انا بعمل حاجات وبكون عايزه ارسلها لكم لكن ما قاعده القى طريقه. بعمل كل ما مره بطلب منكم انضمام ما قاعده تعملي. انت متابعه صفحتنا على الفيسبوك؟ انا متابعه القناه بتاع السودانيه 24 لكن ما عملي اضافه. لا انت الصفحه هي انت عادي ممكن تدخلي فيها سودانيه 24. عادي قاعده ادخل الصفحه وبشوف الوجبات وحاجاتكم كلها وبعمل لكم لايك عليها، لكن ما قاعده تضيفوني. لا لا ان شاء الله ان شاء الله. انت حتى ممكن شغلك اللي بتشتغليه وترسليه على الصفحه ذاتها في بوست. أيوة. خاص بالحاجات اللي بيعملوها المشاهدين بتاعنا. تمام. يلا وبرضه درجه من اللي هو السلطه تحت المفوف، وبعمل لنا برنامج بتاع زياده وزن يكون صحي يعني للاطفال وللسيدات كده ان شاء الله باذن الله تعالى. ان شاء الله برضه بسالك من الجروس فورمولا، يعني لو عندك خبره عنه هو صحي ولا ما صحي؟ شنو؟ البودره تحت الجروس فورمولا. اها تمام اوكي، انا حجاوب على كل الاسئله بتاعتك يا ام جود. خليك متابعه. شكرا لكم. تسلمي. لكم مزيد من التقدم ان شاء الله. شكرا لاتصالك يا ام جود. تسلمي. اديك فرصه هتعمل حاجه ولا مشكله دكتوره؟ بس انا هوريهم بس شكل العجينه من قبل موجود على الاسئله بتاعتها. بتكون العجينه يابسه بالطريقه دي. أيوة. زي عجينه الكعك بالظبط. بتكون العجينه ناشفه شويه ملينه عشان احنا بعدين هنعملها في فورمه، تعمليها في شوكه، تعمليها باي شكل تظهر فيها. تمام. دي كده العجينه. تمام. بالنسبه للموجود احنا هنعمل لها ان شاء الله سلطه الملفوف تاني، احنا عملناها في حلقات سابقه، ونقول لك دايما حاولي ترسلينا على الصفحه، هي صفحه ما بيتعمل فيها اضافه لان هي مفتوحه لكل الناس، فانت حاولي دايما تعملي فيها لايك وابعتي الصوره بتاعتك، وان شاء الله احنا بننزلها لك في الصفحه بتاعتنا في اطبخ وارسل ان شاء الله. اتفضلي يا دكتور. ان شاء الله يا موجود. او زي ما انت قلتي عاوزه وصفات او طريقه متبعه لزياده الوزن للاطفال وللناس الكبار، انا بقول لك انه اي زول لازم يتبع نظام غذائي معين، يعني الناس اللي عاوزين يزيدوا والناس اللي عاوزين ينزلوا من وزنهم، يعني انت عاوزه تزيدي من وزنك لازم تراعي انه خلال اليوم انك تتناولي الغذاء بتاعك يكون متكامل، فيه كربوهيدرات، فيه بروتينات، فيه دهون، فيه املاح معدنيه كويس، وفيه فيتامينات. تمام. يلا دي بتوزعيها خلال اليوم مما تصحي الصباح، الفطور، الغداء، العشاء، وبعد كده تدخلي حاجات بسيطه بين الوجبات، دي بتساعدك على شنو؟ على زياده الوزن. بالنسبه للاطفال انت ممكن تعملين برنامج حلو جدا بالاضافه للتنوع، يعني انت كل ما تنوعي لهم من الوجبات حتى يعني شكل الوجبه ذاتها، زي ما الشيف الليله مثلا عاملين المكرونه
عملنا سلطه بتاعت مكرونه، وعملنا مكرونه باللحمه. صح يا شيف ولا عاملها بشنو انت؟ بالهضب، باللحمه او بالسجق او بالفراخ. أيوة. ممكن تعملها باي شكل. ايوه، اهم حاجه التنوع عشان يخلي الناس انهم ياكلوا كثير، او حتى الاكل ذاته بيكون بطريقه متوازنه على سنك انت، ما تفقدي يعني تزيدي وزن لحد ما تبقى حاجه مبالغ فيها. الغذاء بتاعك يكون مثلا الفطور بتاعك من الصباح، اهم حاجه قبل الفطور انك تشربي كوبايه مويه لازم على الريق. بعد كده تبدي البرنامج بتاعك الغذائي. الصباح الفطور يكون مثلا بيض مسلوق، يكون معاه فول. الفول حقنا العادي ده حلو جدا وفيه البروتين اللي بيحتاج له الانسان، لكن الناس ما تكثر منه. ثاني بعد كده عندنا التمر او البلح. لو انت كنت يعني في اليوم اخذتي يعني رتبتي خلال اليوم انك تاكلي 7 بلحات، الصباح 3 بلحات، نص اليوم 3 بلحات، بالمساء قبل ما تنومي تاكلي لك بلحه، دي بتكون من الحاجات اللي بتمد لك الجسم بالطاقه، وبتساعد البلح كمان بيساعد على زياده الوزن، انه بيفتح النفس عشان انت تاكلي وكده. وزي ما قلت لك انك تتنوعي، تعملي سلطات باشكال وانواع مختلفه، فيها فيتامينات، فيها بروتينات، فيها كربوهيدرات، فيها انواع من الاملاح المعدنيه، بالاضافه للاطباق الثانيه زي هسه الاطباق اللي حيعمل لنا الشيف ان شاء الله. تابعي معنا كل مره، احنا حديكم نصايح تفيدكم وتفيد اطفالكم ان شاء الله. انا هنا حاطط دكتوره بعمل الكريمه بتاعه البسبوسه اللي هي القشطه اللي احنا بنعملها، بنقول عليها كريمه او قشطه او ايا كان بقى. المهم انت تعملي 2.5 كوباية لبن، تحطيهم على النار، معاهم 2 معالق سكر، وتحطي معاهم 6 معالق نشا اللي هو الكورن فلاور، ونضيفها كده ونبتدي نقلبها عشان يتقل ونعمل كريمه تقيله. ما بتكون تقيله شديد زي المهلبيه، لكن احنا بنعملها بتكون خفيفه شويه عشان نقدر نفردها جوه البسبوسه. ايوه، عشان تتفرد كده بالطريقه في دي. في ناس يا شيف بيضيفوا الكريمه للمكونات بتاعت البسبوسه ذاتها. احنا هنعمل قشطه الكريمه، هتبقى تقيله دلوقتي، هنشوفها مع بعض ان شاء الله دلوقتي. ايوه، ونضيف لها معلقه قشطه كده. عشان نزيدها طبعا طعم دسم شويه. الاستاذه اللي عاوزه تزيد برضه ممكن تزيد. ايوه، عاوزه تزيد القشطه دي. وبرضه القشطه من الطرق بتاعت الحفظ بتاعتها، اننا نحن لما نجي ناخذ منها من العلبه مثلا، ناخذ منها لوجبه من الوجبات، نكفلها ونرجعها في محلها. بعد ما ناكل ما نرجع، لو فضل باقي ما نرجعه للجزء اصلا متواجد عندنا في العلبه، عشان ده بيؤدي لنا لتلف اصلا موجود عندنا. نخلي ذاك في معون او صحن براه في الثلاجه، وداك نخليه براه عشان على سنه يقعد لنا فتره طويله وما يتلف معانا. ان شاء الله دكتوره. كده الكريمه خلاص انتهت اهي، هنسيبها تبرد شويه وبعد كده نشتغل منها بعد ما نعمل المعمول. تمام. المعمول احنا بنعمل له شويه عجوه. أيوة. بنجيب العجوه البلح ونحط عليه نفس البهارات اللي احنا حطيناها. ايوه، معاه ميه ورد صغيرين. احنا هنا هنضيف ميه الورد بس. مم. يعني كده العجينه يعتبر خلصت. تمام، جاهزه. هنضيف لها شويه ميه ورد صغيرين زي معلقتين كده، ونبتدي نعجنها تاني. تمام. برضو العجوه اللي احنا حاطينها هنحط فيها ميه ورد، شويه جنزبيل، شويه قرفه، نفس قرنفل، البهارات البهارات اللي انت بتحبيها كلها هتحاولي تضيفيها فيها. تمام. برضو المعمول يا ام جود برضو من الحاجات اللي بتزيد الوزن، لكن انت ما تكثري منها خلال اليوم. عندنا يعني هي قاعده المفروض تكون ثابته بالنسبه لنا، انه نحن ناخذ الحاجات بطريقه متوازنه، يعني نتناول الوجبات بتاعتنا الغذائيه بتوازن على اساس انه ما يحصل لنا فرط في الزياده، او يكون جسمنا نحيل. لازم يعني نوازن بين المكونات الغذائيه اللي نحن بنتناولها. زي ما اتفقنا دكتوره كده، احنا عملنا عجينه البسكويت بالعجوه. هنجيب العجوه نحط عليها معلقه قرنفل، معلقه قرفه، معلقه جنزبيل، معلقه ميه ورد، ونعجن ده ومع معلقه سمنه او زبده عشان تكون العجوه لينه معاكي، وتعجنيها تبقى يابسه يعني لينه معاكي زي الشكل اللي احنا عاملينه ده كده، وتكون عجينه تقدري تعمليها كوره تعمليها اصابع، تكون مطاطيه كده معاكي. ايوه تمام. هنشوفها مع بعض دلوقتي واحنا بنحشيها، بس نشوف مع بعض نعمل البسبوسه ونرجع مع بعض مره ثانيه، نشوف المقادير ونرجع مع بعض.
رجعنا لكم تاني مشاهدينا الاعزاء، معاك يا شيف. طيب يا دكتور، احنا هنعمل دلوقتي البسبوسه عشان نحشيها بالكريمه من جوه. الناس بتستغرب طبعا، لان احنا بنشوفها دايما في الكنافه بس. أيوة. الكنافه عشان بتكون متماسكه، لكن العجينه بتاعت البسبوسه بتكون صعبه بالنسبه لهم شويه. احنا نوريهم شويه حاجات النهارده ان شاء الله تنفعهم كتير، ونتمنى ان هم يدوقوها وتعجبهم ان شاء الله. ان شاء الله. فكره، في واحده امبارح طبعا قابلتني قالت لي انا لسه عروسه جديده وجوزي مبسوط جدا ومبسوط من برنامج بتاعناكها خاصه بتطبق له الحياه ده. وانا ما كنتش بعرف حاجه خالص في المطبخ، بس الحمد لله دلوقتي هو مبسوط مني جدا يعني. الحمد لله يا شيف. انا قبل كده جربت البسبوسه بالكريمه لكن الصراحه فشلت، عشان كده قلت لك ممكن تمشي مع العجينه. لا بتمشي يا دكتور. هي لا يعني بقت لي زي كانها مع العجينه. ايوه عاوزه فن شويه زي ما قلت انت، مع الكنافه ممكن تكون متماسكه يعني، اقدر اتحكم فيها. انا بحط فنجالين سامولينا، فنجالين سكر، ايوه، وفنجالين جوز هند. تمام تمام. نفس المقدار، نفس المقادير، كل حاجه 2 2 2 2. تمام كده خلاص، حطيت المواد الناشفه كلها مع بعض. بديها معلقه بيكنج باودر، معلقه بيكنج باودر كده كبيره. أيوة. بحط ذره فانيليا صغيره، وابتدي اقلب المكونات دي كلها مع بعض كده. عاوزه تعجنيها في العجان عندك مفيش مشكله، عاوزه تعمليها بايديكي برضو تكون احسن. تمام. في ناس كتار لانه ما بكون عندهم العجان، عشان كده دايما كتير بحاول اعملها لهم بايديا عشان هم تبقى سهله بالنسبه لهم. عاوزينهم يطبقوها وتعجبهم ان شاء الله يتمتعوا بيها. ايوه ان شاء الله. دي كده النواشف كلها كده مع بعض. تمام. هضيف معاهم واحد، هنحط السمنه الاول طبعا. أيوة. تمام. فنجان ونص كده، فنجان ونص سمنه. اه فنجان ونص سمنه. ايوه. نبتدي نقلبها كده عشان تشرب معاها. دايما اي العجائن اللي تلاقيها فيها مكونات كتير نواشف كده مع بعض وفيها ماده دهنيه، حاولي تقلبيها الاول، خليها تشربها الاول مع بعض. ايوه. تمام. شايفين بدات تشربها اهي، بقت بالشكل ده كده. ايوه. طبعا يا شيف كل الحاجات دي مثلا زي البسبوسه، زي التنوع اللي بيعمله لنا الشيف محمد الشيف ابراهيم في المأكولات وفي الأطباق، هي يعني في حاجات موجودة ومتوفرة عندنا، يعني حتى نحن هنا في السودان متوفر عندنا كل المكونات وكل الحاجات، بس بعد كده بتختلف الطريقة من دولة لدولة، وبعد كده بتجي المسميات يا شيف، مثلا كل طبق بتسمى على حسب الدول. ده احنا عاملين بسبوسه طبعا بتختلف من مكان لمكان. احنا عملنا لهم. أيوة. بسبوسه من غير بيكنج باودر، بسبوسه من غير بيض. أيوة. بسبوسه بالزبادي بس، بسبوسه باللبن بس. النهارده احنا عملناها لهم باللبن. باللبن. كوبايه ونص لبن اهي. لانه في ناس كتير ما بحبوا البيض في الحلويات وكده. احنا هنضيف معاهم كمان يا دكتوره بيضتين، البسبوسه دي بتاخد بيض. ممكن استغنى عنه يا شيف؟ نعم؟ ممكن استغنى عن، ممكن نستغنى عن البيض زي ما اتفقنا. ممكن تزيدي شويه اللبن او زبادي. أيوة. الرايب، لبن رايب عندك في البيت ممكن تعملي بيه. تمام. زي ما شايفين اهو، وابتدي اقلب المكونات دي كلها مع بعض. ايوه. طبعا هي بتكون لينه معاكي في الاول، لكن انت السامولينا والجوز الهند لما بيقعد شويه بعد كده العجينه بتشد لوحدها. ايوه بتتماسك اكتر. كده بالطريقه دي. مساء الخير عليكم حذيفه. وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالكم؟ تمام الحمد لله، كيفك انت؟ تمام؟ الله يسعدني ان شاء الله، الحمد لله، شكرا لكم للشيف وبرنامجكم ما شاء الله تمام التمام. تسلمي ان شاء الله، كويس ان سمعنا صوتك لليوم حذيفة، تفضلي. الله يسعدني، بلاقي قاعدين لحالي لكن بس الرقم بيكون مشغول. ايوه وحاولي معانا طوالي وان شاء الله بتلفق زي الليله، اتفضلي يا ماما. الله يسلمك، تسلم، شكرا لك وللشيف ولجميع العاملين في البرنامج، والله قاعدين نطبق طوالي. تسلمي ان شاء الله. دايما اسال من البسكويت اللي عملوا بالكريمه حقت الشوكولاته. اها. يلا هي كوبايه دقيق ولا معلقتين دقيق؟ ليه؟ بسكويت البسكويت اللي عملته بالشوكولاته. كوبايه دقيق ولا شوكولاته؟ البسكويت اللي طبيت بالفوبيا والشوكولاته مع النشا والسكر والحاجات اللي عملتها في النار ديكا. اه. يلا هي معاها كوبايه دقيق ولا معلقتين دقيق؟ انت قصدك امبارح الكيكه؟ لا لا عملتها قبل يومين، لا بسكويت رصيته وعملت فيه كريمه بتاع الشوكولاته مع نشا ومع السكر. لا حطيت كوبايه دقيق، هي كوبايه نشا كوبايه دقيق كوبايه لبن. ايوه ده انا عايزه يعني معلقتين دقيق ولا كوبايه؟ كوبايه.
شكرا لكم يا الله يخليك. شكرا لك يا ام حذيفه، تسلمي. شكرا لاتصالك، تسلمي. طبعا الناس كلهم بعد مرات المغادير بتفلت منه. سلام يا دكتوره. طبعا البسبوسه حاولي دايما الصينيه اللي انت هتعملي فيها تكون حاطه دهنها السمنه بتاعتك، ايوه، او لو لقيتيها صواني الومنيوم اللي هي بتلزق في البسبوسه او في الكنافه في الحلويات بتاعتك عموما، ايوه، حاولي دايما تخليها فيها معلقه طحينه او دقيق مع السمنه تدهنيهم، واحسن ان انت تدخليهم الثلاجه. البراد اللي عندك في البيت ممكن تدخليهم فيه، كل ما بتكون بارده لما بتيجي تفردي العجينه فيها ما بتمسح معاك السمنه، يعني ما بتلزق تاني من تحت، أيوة، ارضيه الصينيه. تمام. ما بتكون بارده بتكون عامله عازل او طبقه عازله في النص زي ما احنا عاملين كده مع بعض. ده سر رهيب جدا يا شيف. ان شاء الله يستفيد منه. يعني انت دايما خلي الصينيه بتاعتك مدهونه سمنه، ما عندك طحينه، حطي دقيق شويه بسيط، حبه دقيق، او الصواني لو هي فيها ماده عازله اوريدي حطي بس السمنه بس وخلاص. تمام. وتدهنيهم وتخليهم بارده كده زي ما انتم شايفين، هي عامله طبقه جوه الصينيه بتحميكي من انت السمنه في حتت معينه في الصينيه بتلزق منك، لا هي هتكون كلها فكه معاكي، هتكون بالشكل ده كده. تمام. هنكون طبعا مجهزين الكريمه، تسيبيها تبرد شويه. احنا عملناها قدامك اهوت، كوبايتين ونص لبن، سته نشا، ومعلقتين سكر كبار. تمام. وتحطي طبعا قشطه، تحطي كريمه، الحاجه اللي انت بتحبيها في البيت تزيديها عليها، كل ما بتزيدي حاجه بتديها طعم احسن طبعا، نكهه مختلفه. هتسيبيها تبرد شويه وبعدين هتكون عامله كده، يعني هتكون بارده لما بتبرد هتكون ما تكون ماسكه شديد زي أيوة. المهلبيه احنا عاوزينها سايله شويه عشان هي في الفرن هتسيح مع البسبوسه، وفي نفس الوقت لما تيجي تبرد هتيجي تقطعيها هتطلع مخروطه زي ما هي مع البسبوسه. تمام. هتكون بالشكل ده كده. نرجع تاني يا دكتوره، نسيب بس العجينه تشد شويه وبعدين نرجع تاني للمعمول. تمام. طيب يا شيف في الوقت ده احنا نمشي فاصل ونرجع لكم تاني، خليكم قراب. رجعنا مع حضراتكم تاني وبنعمل لكم في البسبوسه دلوقتي بالكريمه، زي ما شايفين دلوقتي انا بعمل طبقه اولى تحت بتكون سميكه شويه غير اللي فوق. تمام. أيوة. يعني بنعمل كده طبقه رفيعه بالطريقه دي، الطبقه اللي فوق بتكون اخف عشان هي اللي هتكون فيها الحشوه. ايوه زي ما شايفين اهو، نعمل الصينيه التانيه كمان. نفردها كده، السمنه زي ما اتفقنا تكون بارده الصينيه بتاعتك في الفرن عشان ما تمسك ما تحت. لما تيجي تقلبيها او تقطعيها جوه الصينيه ما تكون ماسكه معاك. تمام. كده زي ما انتم شايفين اهو البسبوسه. هناخد الكريمه اللي احنا عملناها ونضيف طبقه كده بالطريقه دي، ما تكتري الكريمه زي الكنافه، احنا هنعملها اخف شويه لانك ممكن تحطي نفس الكريمه ديت او القشطه تعملي بيها فوق البسبوسه برده من فوق. ايوه دايما يعني تحطي الكريمه جوه في النص بس، تخلي الاطراف من غير كريمه بالطريقه دي كده. بتكون في النص بس يعني عشان هي بعدين كده زي ما قلت بتسيح معانا الفرن، الاطراف لو طالت الكريمه بتتحرك منك في الفرن وبتعمل لك طعم مختلف طبعا. ايوه فانت دايما خلي الكريمه في نص الحشوه كده، نراعي ان ما تصل على اطراف الصينيه كده. اهم حاجه الاطراف ما تلمسها الكريمه عشان تكون معاكي جميله. تمام. زي ما احنا هنشوفها دلوقتي لما تطلع من الفرن هتشوفوها ان شاء الله طالعه عامله ازاي، وان شاء الله لما تسيح اكيد هتوصل للطرف، لكن بس بتكون هي ما مع الحد يعني. أيوة ما بتوصل بس يعني. الاطراف هي اللي بتكون حاميه الكريمه انها ما تطلع بره. ايوه تمام كده زي ما حضراتكم شايفين اهو. تمام. معانا الاستاذه هبه من حلفه. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمه الله وبركاته. مساء الخير يا هبه، اتفضلي. اتفضلي يا استاذه هبه سامعيني. معلش دي متأخرة وعايزة أعرف المعمول عملته إيه؟ المعمول احنا عاملين النهارده بسكويت زي المعمول، احنا هنعمل لك حلقة تانية خاصة عن المعمول بس احنا هنوريكي برضو مقادير البسكويت النهارده. طيب بعمل البلح الشام وهو معايا. البلح الشام؟ أهم حاجة في بلح الشام يا جماعة تنزلوا البلح الشام في زيت بارد، ما يكون مسه أي نار، بعد ما تقطعي بلح الشام تروحي مولعة النار بتاعتك وتخليها نار هادية، لأن هو بيحتاج نار هادية جدا في التسوية. بعمل كده لكن ده بيطلع لين شويه. لا لين ده زيدي شويه صامولينا صغيرين او نشا، حاجه من الاثنين هتطلع معاكي مقرمشه.
معلقه واحده بس ما كتير. طيب ممكن عايز اوصل البيتزا. البيتزا؟ انت ما حضرتيش حلقه امبارح يا استاذه ولا ايه؟ لا. حاضر. طب حضرتك راجع الصفحه بتاعتنا، هي عموما سهله جدا، 3 فنجان دقيق، معلقه سكر، معلقه ملح، معلقه خميره كبيره زي ما اتفقنا، بتعجنيهم وتسيبيها تخمر، وبعد كده تضيفي 3 معالق زيت زيتون، وتسيبيها برضو بعد ما تقطعي البيتزا تسيبيها تخمر شويه. تمام. وبرضو راجع الصفحه بتاعتنا ان شاء الله هتلاقي المقادير كلها موجوده. احنا ان شاء الله ماشيين في الموضوع ده مع ناس الاعداد، هيجهزوا ان شاء الله جروب قريب ان شاء الله. الله يخليك، تسلمي. الله يسلمك. تسلم يا هبه، شكرا لاتصالك. احنا عاوزين ننوه برضه يا دكتوره، دايما الناس بتسال الاعاده بتاعت الحلقات امتى. الاعاده يا جماعه بتتعاد الساعه 4 صباحا و11 صباحا. أيوة. والمكونات بتنزل طوالي بعد الحلقه على الصفحه برضه على الفيسبوك، يعني اي حاجه بتحتاجوها بتلاقوها على الصفحه بتاعتنا ان شاء الله. كل الناس اللي برضه ما عندهم صفحات على الفيسبوك زي ما قال الشيف، الاعادات بتكون على الساعه 4 صباحا والساعه 11 صباحا، تابعوا الاعادات. والناس اللي عندهم صفحه على الفيسبوك يتابعوا معنا على الصفحه، كل المغادير بتاعه الاطباق اللي بيعملوها لنا بتكون نازله ان شاء الله. زي ما شايفه دكتوره، انا باهم حاجه بحط الاول عجينه البسبوسه في الاطراف، بقفل الاطراف الاول عشان الكريمه ما تخرج بره. تمام كده، تحرصي جدا على الموضوع دوت عشان البسبوسه تطلع معاكي مظبوطه. زي ما شايفين العجينه سهله، بتقدري تتحكمي فيها وبالطريقه دي بتقدري تفرديها. ايوه، تغطي كل حاجه، ما تخليش ولا حته كريمه باينه. زي ما شايفين العجينه ذاتها متماسكه يا شيف، يعني العجينه لو لاحظتوا في الاول كانت يابسه جامد، لكن دلوقتي خلاص بقت متماسكه، يعني بتقدري تتحكمي فيها. يكون السامولينا والجوز الهند خلاص خدوا راحتهم في العجينه. هي البسبوسه ما محتاجه تخمير يا شيف صح؟ لا ما محتاجه، هي فيها بيكنج باودر بتخمر بورك. بتخمر على حب. وما بتخمر كتير، الاحسن البسبوسه تكون معاكي متماسكه افضل. ما نديها فرصه انها تخمر وكده. زي ما شايفين اهو، دي كده البسبوسه. تمام. عشان تطلع معاكي ناعمه بقى من فوق بنجيب ايديكي بس فيها شويه ميه صغيرين. ميه صغيرين كده. ايوه. وتروحي دايس عليها كده، شايفه؟ عشان تلمع معاكي في النهايه. وتقفلي المسام اللي كانت فيه مسام فاتحه في الكريمه، بتفضل معاكي بالطريقه دي، يعني دي ما البسبوسه اللي بتتخبط زي ما احنا بنعملها. أيوة، كل مرة. تمام؟ تمام. شويه ميه صغيرين كده على الوش، تدوس عليها عشان البسبوسه تطلع ما تاخد لون منك سريع، الميه. أيوة. دي بتهدي اللون شويه عشان ما تستوي منك من فوق وتحت كل سما استوى. شايفين؟ تمام. كده بقت البسبوسه جاهزه. ناخدها نكون مولعين الفرن درجة حرارة أقل من 180. أيوه. لأن العجينة دي بتحتاج نار هادية شوية، ما نار عالية. هناخدها على 180 درجة، تنزلي الدرجة اللي أنت بتشتغلي عليها في المعجنات العادية، يعني تعمليها 160 170 ما في مشكلة. أيوه. وتسيبيها بتقعد لها زي ساعة ساعة و10 دقايق في الفرن. تطلعيها تكون مجهزة عسل خفيف جدا. بالشيرة. بس مجرد فنجان، يعني لكل صينية من دي فنجان واحد بس عسل. تمام. لأنها طبعا فيها سكر جوه، مش محتاجة عسل كتير. طيب يا شيف، كان في ناس كتير بيسألوا من عاوزين لو عاوزين يحطوها في الفرن بتاع الغاز. استوى بيصل 200 يعني عشان ما تخرب ليهم وكده. هدي نارك اكنك بتسوي عيش حلويات في الفرن اللي انت بتعمليها العاديه، اللي انت واخده على فرنك انت، كل واحده فيكم عارفه الفرن بتاعها بيسوي الحاجه ازاي. ايوه حافظه فرن زي ما انت بتسويه. قللي بس درجه الحراره شويه، نخليها عشان تستوي. لان طبعا انواع الافران كتيره ومختلفه، في غاز في كهرباء في كده، فانت الحاجه اللي انت وزنتي نفسك في بيتك عليها حاولي دايما تخليكي مستعملاها في الحاجه دي. بس البسبوسه بتاعت النهارده تقللي درجه الحراره شويه. تمام. هي بتاخد لها زي ساعة ساعة و10 دقايق بالكتير. تمام. تمام؟ دي كده البسبوسة. نيجي بقى دكتورة نعمل لهم شكل المعمول كده بسرعة. المعمول طبعا يا جماعة عامل زي الكعك. يعني بنقدر نتحكم في شكله زي ما احنا عاوزين. ممكن بالمنقاش، ممكن بالفرم زي ديت كده. فرم بالطريقة اللي احنا عاوزينها. أي شكل. دي على فكرة حاجات رخيصة بتتباع في الأسواق بأشكال كتيرة، في منها البلاستيك وفي منها الخشب. يعني انت ما تستغربيش ان هي ممكن تكون زي ديت بالظبط، ممكن تلاقي اشكال ثانيه كتير. اشكال مختلفه. تمام. ممكن تعمليها اسهل طريقه عشان برضه انا هخليكي تعمليها. تمام. تعمليها بالشوكه، اسهل طريقه تعمليها بالشوكه، اي شوكه عندك في البيت. يعني اي زول بيقدر يعملها بالسهل. شفتي بمنقاش، بشوكه، بطباعه زي دي بتاعت الكعك، بالنقاش بتاعت الكعك الصغير ده، بالفرم اللي زي دي كده، ممكن نوريها لكم اهي، الحاجات دي كلها رخيصه وبتتباع في الاسواق، في منها البلاستيك زي كده وفي منها الخشب. اي فورمة عندك ممكن تستعمليها. تمام. تمام. العجينه دي بعد ما تعمليها ما تدخلهاش طوال الفرن، سيبيها تريح شويه، لو حطيتها في الثلاجه افضل. يعني انت كل ما بتحطيها في الثلاجه عشان السمنه تمسك بتبقى معاكي الشكل محفوظ
في الفرن. تمام تمام. هناخد كده مع بعض حته العجينه. ممكن تديني جوانت يا شيف؟ اتفضلي. انا برضه يا دكتوره عشان كل ست بنت تعرف ان هي عجينه سهله. ممكن اي زول يعملها. اه تمام. انا انزل لك المضرب ده عشان نديهم فرصه يشوفوا افضل. اتفضلي يا دكتوره. احنا بنعملها كور صغيره كده. اها. زي حبه المشمش او كعك الصغير اللي انت بتعمليه في البيت كده. بتحشيها تعمليها كوره كده الاول وبعدين نحشيها كوره عجوه. تاخدي لها حته عجوه صغيره كده. اها. وتلفيها تبقى زي كده. دي الحشوه اللي بتتحط جواها. طبعا زي ما اتفقنا الحشوه تكون فيها جنزبيل قرفه ورنفل. نفس اضيفته للعجينه نفس الحاجه بس بتضيف عليها معلقه سمنه او زبده عشان تكون العجوه لينه معاكي بالطريقه دي. تمام. هناخدها ونفتح كده ونحطها كده بالطريقه دي كده وتقفليها كويس. تمام. وتلفيها تاني. يعني هتكون محشيه بالطريقه دي. نعمل لكم واحده عشان اوريكم. بعد كده يا شيف انا باخدها في القوالب صح؟ بتحطيها في الفرن بقى او تعمليها بالشوكه. احنا هنعمل لهم كذا شكل دلوقتي عشان يشوفوها ان هي سهله في اي حاجه ممكن تتعمل بيها. تمام؟ والله طريه يعني سهله جدا يا دكتوره. وبسكويت حلو بيتحفظ يكون شكله جميل معاك. يعني ناخد الفرمه الاولانيه دي كده نحط كده نضغط عليها نضغط عليها كده وبعدين تخبطيها كده تطلع ده بالشكل ده كده. تمام تمام. معانا ام محمد من الشماليه. الو السلام عليكم. اهلين يا ام محمد. الله يخليك. تسلم يا رب. طيب انت حضرتك بتجيبي النوى وتشيلي الراس بتاعت البلحه من فوق وتشيلي النوى من جوه تنقعيه في ميه زي يوم كامل. بعد كده تروحي مصفياه وتسيبيه ينشف تاني. تاخديه تفرميه في الفرامه او لو البلح نفسه لين اساسا تفرميه على طول. يعني ما بتضيفي عليه اي حاجه. ما بتضيفي عليه اي حاجه. انت لو عاوزه تحفظيه بقى في كميه كبيره بتضيفي عليه شويه ملح ليمون بيحفظوا لك اكتر. دي محشيه يا دكتوره. تمام. ان شاء الله محمد الله يخليك. تسلمي. شكرا لاتصالك يا محمد. طبعا يا شيف البلح يعني الطاقه اللي بيحتاج لها الجسم لو الناس يعني كلها حاولت انها خلال اليوم تاكل بلح ثلاثة بلحات سبعة بلحات لكل الناس يعني كل الفئات العمريه ناس مرضى السكري الاطفال كده لكن مرضى السكري ما يكتروا منه يعني ثلاثة حبات خلال اليوم ثلاثة بلحات والبلح حلو مفيد ومغذي فيه الاملاح المعدنيه فيه الكربوهيدرات بمد الجسم بالطاقه المحتاج لها خلال اليوم وهسه نصيحه بقدمها لطلب الممتحنين ان شاء الله الشهر اثنين ده ان شاء الله الطلبه كلهم ممتحنين كل المراحل انهم ياكلوا بلح كده يا دكتوره. تمام. شايفين ده شكل وده شكل وده شكل ودي أيوة. طباعه برضو بتاع الكعك بتعمليها بالشكل ده. تمام. ودي واحده كمان اهي بالشوكه. اسهل طريقه لو ما عندك اي حاجه ما تقولي ما هعمله انا عاوزك تعمليه باي طريقه كده وتروحي دايسه بالشوكه بالطريقه دي كل الاشكال بالطريقه دي كده كل طبعا. الاشكال ممكن تتعمل معاكي. شفتي لو عملتيها حتى بصباعك كده دوستي عليها كده بصباعك هتعمل لك شكل حلو. شكل حلو. فانت المهم اعملي البسكويت دوقي طعمه وهتستفادي زي ما قالت الدكتوره بقيمه غذائيه عاليه من العجوه. وتفنني فيه بالطريقه المريحه بالنسبه لك ممكن تعملي لنا اشكال وترسليها لنا تكون جديده علينا نحن كمان. ان شاء الله. ان شاء الله يا شيف. احنا بنبسط لكم الامور يا جماعه باسهل الحاجات الموجوده في البيت. كده احنا عملنا بسكويت بالعجوه بسبوسه دخلناها بالكريمه في الفرن هنشوفها ان شاء الله لما تطلع. ان شاء الله. وهنعمل دلوقتي مع بعض المكرونه ان شاء الله سلطه. عندنا مكرونه في البيت فقلنا عندنا جزرايه فلفلايه بصلايه لم الحاجات اللي في الثلاجه دي واعمل لك طبق مكرونه حلو كده واحد سلطه بارد وواحد سخن هناكله مع بعض. نشوف مع بعض طبق السلطه الاول سلطه المكرونه ونرجع مع بعض مره ثانيه.
ورجعنا لحضراتكم مرة تاني وهنعمل سلطة المايونيز، بس نطلع فاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية، انتظرونا. خليكم قريبين. رجعنا مع حضراتكم مرة تاني مع سلطة المكرونة بالمايونيز. طبعا يا شيف، ناس كتير بتقول المكرونة هي بتزيد الوزن، تم المكونات بتاعتك وانا اوريهم الحاطش. اتفضل يا شيف. طبعا نكون مقطعين مثلا فلفلايه زي ما قلنا، بقية الخضار اللي عندك في الثلاجة ممكن خيارايه، فلفلايه خضراء، فلفل احمر، فلفل اصفر، اي خضار عندك ممكن تقطعيه مكعبات صغيرة مع مقاس المكرونة زي ما اتفقنا. المكرونة طبعا بتتسلق معاها زيت وملح، اول ما تطلع من النار تبرد عليها بسرعه وتحطي لها شويه زيت صغيرين وتقلبيها. ممكن تتحفظ في الثلاجه عادي، ما بيحصلهاش اي مشكله لو انت حطيتي فيها الزيت عشان ما تتماسك مع بعض. ايوه. ممكن لما تيجي تنزليها تعمليها سخن، تنزليها في ميه سخنه وتنزليها على طول على النار على البارد زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي اهي. بنضيف عليها المكونات، خيار، فلفل، طماطم، جزر، اي حاجه انت عايزينها ممكن تضيف عليها. تمام. هنضيف عليها شويه طماطم كده صغيرين. أيوة. ما كتير عشان احنا هنحط مايونيز. ما تغير طعمها. في جزر عندك ممكن شويه برضو زي ما اتفقنا، اي خضار عندك في البيت، جزرايه بتعملي منها صنفين، فلفل، اي حاجه انت عاوزاها. ايوه. هناخد شويه توم صغيرين. لقيت توم صغيره كده، وبعدين نقلب كده المكونات دي كده مع بعض، وبعدين نضيف المايونيز. ايوه. قبل ما نضيف المايونيز ده بنحط ملح. الملح تظبطي الملح بتاعك معلقه معلقتين على حسب الكميه اللي انت بتعمليها كده بالطريقه دي. ممكن يا شيف انا اكون يعني سلقاها في البدايه بملح تكون طعمه اوريدي يعني. ممكن، بس طبعا السلطه عشان فيها مكونات ثانيه خضروات وكده ممكن تحتاج لها شويه. انا بتمتص الملح الموجود اصلا. أيوة. فيها. تمام. تمام. قلبيها كده، قلبي الملح والفلفل اللي انت حطيتيه او البهارات اللي انت بتحبيها. في ناس بتحط شطه طبعا، في ناس بتحط شمار. قلبيها بالطريقه دي كده، بقت شايفين بقت الالوان كلها مع بعض، ما مختاره مع بعض، تديكي شكل حلو. ونحط عليها زي 5 معالق مايونيز كده بالطريقه، ونقلب المكونات دي كلها مع بعض. تمام. طبعا زي ما عمل الشيف هسه الطبق بتاع سلطه المكرونه بالمايونيز والخضار، زي ما شايفين انه الطبق سهل جدا وبسيط جدا. المكرونه ممكن تكون موجوده عندنا، متوفره عندنا، ان احنا ذاتنا نقدر مما نجيبها نحفظها بعيد عن الاضاءه وبعيد عن الرطوبه، وبعد كده لما نجي نعملها بنسلقها كويس، نسلقها ونتخلص من المويه بتاعتها يا شيف، صح؟ ان شاء الله. ايوه، المويه بتاعتها بدل ما نتخلص منها. عندي وصفه لسيدات البيوت انه المويه بتاعت المكرونه لما يعني نصفيها منها ناخذها، نجيب شاش او قطن ونبله ناخذه في المويه دي ونستعمله للبشره بتاعتنا، بيعالج البشره بالمكونات الموجوده اصلا في المكرونه اللي بتنزل في المويه. اصلا المكرونه هي عباره عن قمح ومويه وملح مصنعه من كده، فدي بتعمل لنا. لا ايوه اتفضلي كده دكتوره. انا ضفت عليها بس شويه خل، شويه عصير ليمون صغيرين. ايوه. الزيت طبعا زي ما انت حابه، ممكن في ناس بتحط الزيت جوه وفي ناس بتحب في تعمل النهاية. الزيت في النهايه. تمام. ممكن اشوف دكتوره تشوف لنا كده صفحه الفيس، الناس بتزعل منها على فكره. عاوزين نعتذر لكل الناس طبعا، الناس كتيره بتزعل ان احنا ما بنقدر الرسائل يا جماعه، بس الزمن يا جماعه، بس معلش اعذرونا، لكن ان شاء الله في كل حلقه هنحاول نقرا لكم جزء من كبير من الرسائل ان شاء الله. معانا رفيده محمد بتقول السلام عليكم دكتوره زهراء وشيف محمد، منورين الشاشه وبرنامجكم حلو جدا واستفدنا منه. بطلب من الشيف عيد الكريمه حقت البسبوسه اللي عملها على النار، وتاني بسال من الكريمه البودره الجاهزه كيف اعملها. طيب الكريمه البودره الجاهزه، انت لو انت عاوزه دسامه اكتر بتضيفي لبن حليب بس يكون بارد، او تحطي ثلج معاه يعني لبن حليب. أيوة. ما عندك اضربيه بميه بس يكون فيها نسبه ثلج عشان تزيد معاكي نسبه الكريمه. بالنسبه للكريمه اللي انا عملتها على النار دلوقتي البسبوسه، فنجانين ونص او كوبايتين ونص اللي عندك في البيت ميه او لبن، تدوبي لبن بودره او تحطي لبن حليب. والمكونات برده على فكره موجوده على الشاشه دلوقتي ممكن تكتبيها، واحنا بنحط معاها معلقتين سكر و6 معالق نشا اللي هو الكورن فلاور، تدوبيهم في شويه ميه صغيرين وبعدين تنزليهم عليها بيبقى بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده.
معانا موده ادريس بيقول السلام عليكم. وعليكم السلام يا موده، واسعد الله مساكم بكل خير استاذ زهراء والشيف محمد، منورين البرنامج الرائع ودمتم دمتي يا موده. بتسال من طريقه عمل المشبك، قالت لانه ما زبط معاه نهائي. طيب المشبك احنا اتفقنا يا جماعه اهم حاجه يكون القالب اللي انت بتعملي بيه في الزيت، وبعد ما تطلعيه من اول رميه تطلعيه بره يبرد شويه، لما تيجي خلاص هترمي الرميه الثانيه تنزليه ثاني في الزيت وتنزليه على النار. ايوه ديت اهم حاجه في نجاح المشبك عشان ما يمسك منك في القالب. تمام. من نطلة، من نطلة بتقول مساء الخير عليكم. مساء الخير عليك يا من نطلة. كل الأطباق رائعة ما في كلام، بس ناقصة العصير، يا ريت تعمل لنا تشكيلة من العصائر، وكل وجبة بجانب التحلية يكون معاها نوع عصير جديد إن شاء الله. يا من نطلة طلبك ينفذ بإذن الله تعالى. معانا مروة النوراني بتقول مساء الخير، وانا من زمن طويل كنت منتظره عمليه التخمير بتاعت البسبوسه دي لانها بتطلع زي بتاعت المحلات، وشكرا لكم على الوصفه. شكرا لك يا مروه. ده كده يا دكتوره طبق السلطه خلاص خلص. بس في معانا حنين محمد بتقول السلام عليكم دكتوره زهراء وشيف محمد. وعليكم السلام يا حنين، منورين الشاشه الجميله والله، وربنا يوفقكم ان شاء الله. بتسال من طريقه المايونيز في البيت يا شيف، انا كنت قبل شويه تكلمنا عنها. طيب المايونيز في البيت يا جماعه، في مايونيز بيتعمل من غير بيض وفي مايونيز بيتعمل بالبيض. ايوه لو بالبيض بتحطي صفار البيض مع معلقه مستردة، لو ما عندك مستردة ما تحطيه، وسنه ملح صغيره وتضربيها كتير في الخلاط. بعد كده بتضيفي الزيت زي نظام الخيط كده من فوق شويه شويه لحد ما تحسي ان هو عمل فوم كبير زي المرهم. بعدين بتضيفي الخل عشان يفتح لك لونه ويخليه ابيض. في نوع تاني بيتعمل بالبطاطس، تسلقي البطاطس ومعاها النشا في النار وتعمليهم تخليه يبرد، وبعد كده تروحي مطلعاها في الخلاط تضربيه كويس لحد ما يبقى ناعم برده، وتضيف عليه الثوم وشويه وتخيط الزيت برده بنفس الطريقه، وتضيف عليه الخل وتظبطي الملح بتاعك. دي طريقتين للمايونيز. الاسبوع الجاي احنا هنعمل لكم حلقه كامله ان شاء الله عن الصوصات المالحه والحلوه ان شاء الله. ان شاء الله تكونوا متابعين معانا ان شاء الله. تمام هنعمل طبق المكرونه كده يا دكتوره. تمام نشكر متابعينا على صفحتنا على الفيسبوك، بنقول لكم بنعتذر لكم شديد لكل الناس اللي ما قدرنا نقرا الرسائل بتاعتهم، وان شاء الله نلقى فرصه اوسع في الحلقات الجايه نقرا رسائلكم ان شاء الله. دكتوره انا هنا هعمل المكرونه طبعا السخنه، نشوف مع بعض المكونات ونرجع مع بعض مره ثانيه. رجعنا معاكم مره ثانيه مع المكرونه. زي ما اتفقنا المكرونه ممكن تعمليها بالهوت دوج، بالفراخ، بالسجق، باللحمه، باي حاجه انت عاوزاها ممكن. أيوة. تعمليها. دي طريقه حلوه كده، احنا لقينا بقى بصله وجزرايه وطماطمايه كده فهنضيفهم كده مع بعض. يعني شيف ست البيت ما تحتار، جوكي ناس فجاه باسهل الطريقه وبالمكونات الموجوده عندي انا بعمله. في النهايه زي ما قلنا انه نحن اطباقنا بتحتوي على قيمه غذائيه عاليه جدا جدا بكل مكوناتها، يعني انت ممكن بعد كده يعني تتفنني في الاضافات حسب الحاجه اللي انت بتحسي بيها مناسبه ليكي ولافراد الاسره بتاعتك. ان شاء الله يا دكتوره. انا حطيت بصل، ثوم، باقي جزرايه، معلقه طماطم مفرومه كده، ايوه، معلقه صلصه خفيفه، احنا ما عاوزينها بصوص صلصه ثقيله، عاوزين صوص خفيف كده. ايوه تمام، بس تاخد لون عشان ما تبقاش لونها ابيض. نعمل الصوص كده ونطعمها ملح وفلفل. شوية زعتر صغيرين أو ريحان زي ما أنت عاوزة. برضو البهارات على حسب الرغبة وحسب الحاجة اللي بتنفع. شوية جنزبيل، شوية قرفة، كل ما بتزيدي حاجة طبعاً بتديكي نكهة حلوة مع المكرونة. تمام؟ شوية قرفة كده صغيرين بتديكي طعم حلو وريحة حلوة كمان في المكرونة. أكيد يا ساتر. سوري. نقلب كده المكونات كلها مع بعض. طبعا زي ما قبلك قلت انه المكرونه في ناس كثير بيقولوا انها بتزيد الوزن،
هي زي ما اتفقنا عندنا اتفاق وقاعدة ثابتة إنه أي حاجة زيادتها هي بتضرنا من ناحية زيادة وزن أو من ناحية حتى الناس العيانين مصابين بأمراض السكري الكوليسترول كده. يعني الحاجة نحن نأخذها بنسب موزونة. مثلا المكرونة هي ما بتزيد الوزن لأنه فيها نسبة من الموية والسوائل بتعمل لنا بتدينا الشعور بالشبع لفترات أطول. نحن بعد كده ممكن نتحكم في الإضافات اللي بنضيفها للمكرونة. يعني مثلا ممكن المايونيز ذاته نتحكم فيه هسه الصلصه والحاجات دي والزيت لونها فاتح ممكن أيوة. اضافات على فكره اللي انا بضيفها مش لازم كل الناس تضيفها يعني الحاجه اللي انت بتحبيها بتعمليها بيها ايوه كوني جايبه بقى بصل الايام دي بصل حلو في السوق بصل اخضر ايوه الاخضر فبتجيبي بصل اخضر كده تقطعي الاعدام بتاعته تقطعيه كده عليها البصل عليها يبقى البصل الاخضر النهارده ايوه يا جماعه البصل الاخضر كمان معانا في الجو الشتاء الجو البارد ده مفيد جدا وبيمنع من نزلات البرد ومن المشاكل بتاعه اللي بتصيبنا في فصل الشتاء كده دكتوره هات بعد اذنك الطبق طبعا عاوزه تعمليها زي ما اتفقنا باللحوم يا دكتوره بتضيفي أيوة. النهارده انا عاملها لكم لقيت جبنه شيدر كده فقلنا نعملها بالجبنه النهارده تمام هتسيح عليها وهي سخنه هتبقى طعمها جميل جدا اكيد يعني اعتبريها زي البيتزا بالظبط بالضبط كده اصلا اي اضافه جبنه للمكرونه وهي سخنه بتدينا طعم رهيب جدا يا شيف ان شاء الله دكتوره طبقنا الليله يا جماعه كدا. غيمه جدا من النسبه بتاعت الكربوهيدرات فيها بتمد الجسم بالطاقه عندنا المكرونه البسبوسه البسكويت بالتمر للاطفال الممتحنين اللي يا جماعه شكلوا لهم نوع لهم من الاطباق بتاعتنا دي ان شاء الله دكتوره نشوف يا دكتوره كده القيمه الغذائيه بتاعتنا ونرجع نشوف القيمه غذائيه. يا دكتوره عشان عاوز اوريهم حاجه صغيره يا دكتوره بعد اذنك اتفضل يا شيف اقطع لهم بس حته بسبوسه عشان يشوفوا ان الكريمه طالعه ازاي تمام احنا هنشوف اهو بسبوسه مع بعض زي ما شايفه يا دكتوره اهي بقطع البسبوسه بالطريقه دي ايوه تمام تقطعي كده زي ما انت عاوزاها بقى مكعبات مربعات زي ما انت عاوز حسب الحاجه دي طريقة اهي شايفين ايوه بتكون بالشكل ده كده هنقطع لكم واحده هنا تاني برضو تضيف انت بقى عليها زي ما انت عاوزه قشطه تضيفي مكسرات المهم ان هي احنا حشيناها لك النهارده بالكريمه والقشطه هتطلع معاكي بالشكل ده كده زي ما قال الشيف جبالك الشيره هو عمل عسل قال فنجان واحد لكل صينيه كده يا دكتوره شكلها بالطريقه دي تمام كده تمام تمام دي البسبوسه بالكريمه هتطلع معاكي جميله كل ما بتبرديها في الثلاجه بتطلع معاكي اطعم ان شاء الله نتمنى تكون حلقه النهارده عجبتكم واخيرا نقول لحضراتكم في امان الله خليكم في امان الله.